خير يا أستاذ عثمان، أنت ليه طالب تتنقل مصر؟ أعصابي تعبت يا حضرة الناصر. تعبت؟ أي من إيه؟ ظروف خاصة. اتكلم بصراحة يا أستاذ عثمان، إيه الظروف الخاصة دي؟ في أي مشكلة عندك أقدر أحلها؟ شفتني مرة يا حضرة الناظر باكل لحم ديب؟ ديب؟ الله يقرفك على الصبح. أنا باجي المدرسة راكب جمل. جمل؟ أنا شايفك النهاردة نازل من أتوبيس المدرسة، معرفش بعد كده عملت إيه. أنا ساكن في خيمة. خيمة؟ أنت لازم تروح للدكتور عشان يكشف عليك. ليه؟ باين عليا مجنون؟ أبداً، بعد اللي سمعته منك دلوقت أنت سيدي العاقلين. إذا كنا مسكنينك في بيت فيه تكييف هوا وتقولي ساكن في خيمة، أبقى أنا المجنون مش أنت. العفو يا حضرة الناظر، مش أنا اللي بقول كده. أمال مين؟ مراتي. مراتك. يعني مراتك مش عايزة تيجي تعيش معاك هنا عشان فاكرة إنك بتاكل لحم ديب وبتركب جمل وعايش في خيمة. بالظبط كده يا حضرة الناظر. أمال لو جت من 12 سنة كانت عملت إيه؟ اسمع. نعم. أنا هجيبها لك مش راكبة جمل، راكبة صاروخ. يا ريت يا حضرة الناظر، يا ريت. شوف يا عثمان أفندي. أيوة حضرة الناظر. أقعد. العفو يا حضرة الناظر. أقعد. العفو. أقعد. حاضر. نعم. عندك فكرة عن الشطة؟ الشطة؟ أيوة. الشطة اللي بتلهلب البق. يعني عايزني احط لمراتي شطه في بقها؟ لا، انا عايزك تحط لها شطه في قلبها. لا في عرضك يا حضره الناظر، دي تموت. بلاش يا اخي. هو انا هفتح كرشها واحط في قلبها الشطه؟ ده تعبير عن الغيره. انا هخلي مراتك تغير عليك. تغير علي انا؟ ايوه، هي دي الطريقه الوحيده. جربناها مع زميل قبلك ونجحت. في عرضك يا حضره الناظر، ابوس ايدك. عملته ايه؟ من 12 سنة كنت أنا المدرس الوحيد في الواحة. كان معايا زميل مهندس اسمه ناجي وزميل دكتور اسمه وجيه. كان متجوز واحدة راسها ناشفة وأمها كمان راسها ناشفة. رفضت إنها تيجي معاه الواحة، وكان المسكين يخلص شغله ويقف على المحطة، لكن للأسف الوقت اللي كان واقف فيه في الشمس والحر كانت هي قاعدة مع أمها على البحر. يا عبد الدايم، يا عبد الدايم،
مرحبا يا حكيم. انت ناجي وحياتي. حاضر. يا باشا مهندس. ايه في ايه؟ الحكيم وصل. هو فين؟ على الباب. ازيك يا وجيه؟ اهلا ناجي. المدام وصلت؟ ابدا. بركة في الست حماتي. مع السلامة. خلاص الشغل اللي جوه. حاضر. في أمان الله. زين فتحة زاء. زين فتحة زاء. را فتحة را. را فتحة را. عين فتحة عاء. عين فتحة عاء. تبقى كلها ايه على بعضيها؟ أكلة. تعمل لنا ايه النهارده يا دكتور؟ اعمل لكم اكل هتاكلوا صباح وراها، بس حضر السفره انت سدوه. السفره جاهزه بس هات انت الاكل. يا سلام، وادي يوم تاني. حضرتك عامل لي زبون ومعطى معايا سفرة. كل واحد يعمل اللي عليه. النهارده وجيه عليه الطبيخ، وانت عليك السفرة والغسيل. طب قوم ساعدني. لا كده. يبقى كده. طب وشرفك في يومنا بطشيتك ما انا مادت ايدي في حاجة. يا سلام. عظيمة. الستات بالشكل ده. لو كان حصل لك اللي حصل لي كنت كرهتهم اكتر. ما حدش يمد ايده لما اجيب بيت الاكل. ايه؟ ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ بيض مش عاجبك؟ احنا مش متعشيين بيض وفطرانين بيض. انا مش عايز لا مره، اللي مش عاجبه اكل بره. بره؟ بره يا جدع، انت هات باقي الاكل. طب قول لي يا فندم ده ما تتريق يا حبيبي. والله العظيم بيصعب عليا.
طب عليك ايه؟ متجوز ومش متجوز؟ هو يستاهل حد قال له اتجوز؟ دي واحده ست تسيب جوزها لوحده وهي وتقعد هي في اسكندريه؟ هم كلهم كده انانيات ما يحبوش غير نفسهم. لا مش كلهم. اخوكم انا شفت. امي. ايوه انا جاي اهو. الحق. خش يا راجل الصبح الحق. ايه ده؟ ايه ده؟ السندوتشين هاكلهم وانا ماشي في الدكة. رايح على فين يا حكيم زمانك؟ عندي مأمورية أخويا في الخارج. هتتأخر يا وليد؟ يوم يومين ثلاثة بقى أنا وحظي مع العيانين. الله يكون في عون العيانين. يا حبيبي عايز إيه؟ اسمع ما تنساش كده معاك بطل كل سنين كده. آه زي اللي عندك في الأوضة. خدها معاك. ايه انت مش عارف ان انا متجوز؟ لا دي حاجه انت ما بتحبهاش. تبقى ست. يا سلام اكرم بنت شفته في حياتي. الست دي فين؟ ما اعرفش. انت قول لي الست دي فين؟ سيبه انا اقول لك. اتفضل. مش هقول. افتح الباب. لا مش فاتح. بقول لك افتح الباب. الله الست اللي جوه ما تكلمش على رجاله. افتح الباب لا تدغدغه. طيب. الله. افتح الاخر. انا لا افتح. اوعى تطلع. الله الله مالكش عينين؟ انت راسمها؟ اه طبعا بقالي ثلاث سنين ثلاث سنين ما شفت الستات خفت انساهم. ما شاء الله. خدها وارميها بره. ما ارميهاش بره. لا انا وانا حر فيها محدش يقدر يحركها من هنا. كده؟ ايوه كده. هو كده لو لازم تفضل معانا لازم يبقى عندها شنب زينا. الله ايه ده؟ ايه الكوم ده؟ مالكش اي نوع من الفن؟ معلش يا حبيبتي معلش ما تزعليش بكره احلقوني. اسمح من فضلك. أني؟ أيوه. أيوه أنت أمال أني؟ أفندم. تعرف الدكتور وجيه؟ إزاي معرفوش؟ ده زبون مستديم في المحطة هنا. طب بيته فين من فضلك؟ هو حضرتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وانا كمان بعرف الدكتور وزي واعرف وين مسكنه. انت رايح هناك؟ شرفي عربيتي معي. طيب وصل الست. خد شيل الشنطة. شيل. زي الفل تبي جوز اتنين ثلاثة. طب بلاش دوشة لما عفشك وغور. عفش؟ هو تتكلم عن العفش. العفش النبادي زي اللوز. ايه ده؟
بص قبل ما تحدفي. حضرتك بتكلمني؟ امال بكلم مين يعني؟ تسمع؟ ايه؟ معلش متأسفة غصب عني. اما شيء بارد؟ لا ده انت زودتها قوي. وحضرتك بقى تطلع مين؟ راجل زي كل الرجالة. طيب مش تسألني انا بقى مين؟ هتبقي مين يعني؟ ست زي كل الستات، ما وراكوش حاجة غير الجري والرجالة. لا ده انت مغرور قوي. انا مغرور؟ تقدر تقولي انهي واحدة ست عندها نظر تبص لحضرتك؟ فيك ايه؟ دقنك اللي معاش فيها عنكبوت ولا شكلك اللي عامل زي طرزان؟ طرزان؟ اتفضلي يا ست. هو ده بيت الدكتور وجيه؟ دي الاستراحة بتاع الموظفين والدكتور قاعد معاهم. معاهم؟ ايوه. ما هو اللي قدامك ده دهود افندي ناظر المدرسة، بس خلي بالك منه لحسن عقله شوية شوية؟ شوية ازاي؟ ما تخافيش ما بيأذي احد. يس صباح الخير. صباح الخير. صباح النور يا صباح الفل يا صباح النادى يا صباح الورد. عن اذنك دقيقه واحده. لا مؤاخذة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا. الواحة نورت يا 300 مرحبا. متشكرة. داود حسب النبي ناظر مدرسة باريس الأولية. تشرفنا يا فندم. العفو. ما تتفضلي كده و نعم. تفضلي فوق. الدكتور وجيه فين؟ هو حضرتك عايزه دكتور وجيه؟ ايوه. تكونيش انا ساميه. اهلا وسهلا. اتفضلي. معلش ده نمس. اتفضلي. ارواح. اهلا وسهلا. امال الدكتور واجي فين؟ والله هو عنده مأمورية في الخارجة ومعاده يوصل دلوقت. اعملك شاي قهوة زيادة مظبوط على الريحة. اعملي كاكاو. طب كاكاو باللبن؟ يستحسن. ايه في حاجة؟ اصل مفيش كاكاو. طبعا. ودي اوضة ناجي. بس خدي بالك منه اصل عقله شوية. هو رخر يو يكره الستات موت.
انما انا بقى لازم تكون مطمئنة خالص. لا ده انا مطمئنة خالص. امال قلت الدكتور وجيه فين؟ تحت. وانتوا ما عندكوش اوض فاضية تانية هنا؟ لا مفيش غير التلات اوض دول. طب ولا انا هنام فين؟ حلوة دي. مع وجيه طبعا. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ؟ ازاي انام انا وجيه في اوضة واحدة؟ ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ زي كل الناس ما بتنام. الظاهر والدتك مقصرة عليكي قوي. والدتي؟ انا طب وايه دخل والدتي في الموضوع ده؟ مش هي اللي كانت بتعارض عشان جايك هنا؟ بتعارض؟ بالعكس ده بابا هو اللي كان بيعارض. راخر. المهم الحمد لله على السلامة. بقول تحبي تستريحي شوية؟ لو سمحت. اتفضلي. اتفضل فين؟ مش بتقولي عايزة تستريحي؟ وهي دي قطة الدكتور وجيه؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة متأسف. اتفضلي اتفضلي. طب ايه؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة. اتفضل. الظاهر ان انا عطلتك. لا دول فمين على الماشي كده. مين اللي بيطبخ لكم؟ والله احنا بنشتري الاكل مطبوخ جاهز في علب. يعني اكل محفوظ. حاجه زي كده. اتفضل. ادي يا ست الاوضه، وجيه موضبها لك ومجهزها لك على الاخر. الدكتور وجيه موضب لي انا الاوضه؟ امال لامي؟ هي صحيح مش قد المهام قوي، انما يعني ما تنسيش انها اوضه راجل عازب. عازب؟ ايه اللخبطه دي؟ الدكتور وجيه عازب؟ البركه في الست والدتك. والدتك؟ والدتك مالها والدتي؟ دخلها ايه في الموضوع ده؟ الظاهر حضرتك تعبانه شويه من السفر، عن اذنك. لا ابدا ده كتاب بس عشان مش عايز اساعدك في حاجه اعمل حاجه. لا شكرا قوي. العفو. ايه الصوت ده؟ اقول لك ده منشار اللي بينشر. انتوا جنبيك ورشه نجاره؟ لا ده لازم صاحبنا اهو. مش قلت لي؟ قلت لك انه ده طرزان. ايه؟ طرزان. طرزان اسمها حلو قوي طرزان. طرزان. الطرزان قال طرزان. طاطا. الطرزان قال. تعيش وتاخد غيرها يا استاذ. ازاي تخلي واحده واحده ست اوعى تجيب سيرتها؟ مش عارفها تبقى مين. ايه يعني تبقى مين؟ حرم صديقك الدكتور وجيه. ولو بكره هطلع البلاوي على جدتك. لا انا مش معاك في دي. ست محترمه جدا ومؤدبه قوي 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 قوي. دي لسانها اطول منها. للصراحه بقى لها طعم من ساعه ما جت. بقى لها ريحه ريحه ست. ست ما تعرفش يعني ايه ست؟ ايوه عارف يعني ايه ست. يعني شيطان. شيطان؟ والله يا اخي ما في ابليس الا انت. على العموم انا هسيب لكم البيت ده ومن بكره كمان مش هاكل معاكم. ما هو لو كان ضاق ما فيش هنا، هتروح فين؟
في الخيمة. يا بتاع البلاش الكلام بتاعك ده. السلام عليكم. سلام. أنا فين؟ إيه الحكاية؟ السلام عليكم. سلام. سلام 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 يا روحي، سلام يا عقلي، سلام يا دكتور، سلام يا ذكر. ايه حكايتك انت هو؟ لا اطلع ده، اطلع ده ليه؟ فرحان بيك، فرحان بيك، ربنا يتمم بخير بالرفاء والبنين. عقبال البكار، عقبال البكار. يلا انزل تحت مستنياك. انزل تحت على فين؟ على تحت مستنياك. مين هي؟ سماسة، سمسمة، سمسومة. التانية يا اخويا التانية. والله العظيم ما بتانية. مراتك تحت جت مستنياك في اوضتك. مراتي انا؟ اه مراتك انت. بتتكلم جد؟ اه والله العظيم. مش جد؟ اه والله العظيم. يلا يلا بينا. ايه فين؟ معاه. تعمل ايه؟ اتفرج. امشي اتفرج. ايه ده؟ يا خبر اسود. انا متاسف قوي، انا اسف جدا. اصل مش قصدي والله. هو انتوا هنا كلكم كده؟ اصل داوود قال لي ان ساميه جت، فافتكرتك ساميه. طب ما انا ساميه. قصدي ساميه مراتي. انا هو انت الدكتور وليه؟ اظن كده. ابيض، انا متاسف قوي على انا بنت الاستاذ احمد رفعت اللي كان مدرس عليك في مدرسة الشبرا الثانوية، بعت لك الجواب ده. مش معقول. أنت بنت الأستاذ أحمد رفعت؟ أيوة. أهلا وسهلا، ده أستاذنا الكبير. أنا متأسفة أوي على لا معلش. أنا آخر مرة شفته فين؟ آه كان من سنتين، كانت المدرسة عاملة حفلة للخريجين. إنما ما قاليش إن عنده بنت حلوة بالشكل ده. متشكرة أوي. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ رايح على فين؟ في داهية. روح يا باي. انت بعتها وعينيك شاتة اديني قاطع. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حضرتك بقى باحثة اجتماعية؟ وجاية هنا تبحثي عن ايه؟ جاية ابحث عن اسباب تخلف المرأة الوحية. كده. طب اتفضلي. متشكرة قوي. بس خلي بالك انك هتتعبي هنا قوي. انا عاملة حسابي على كده. لكن بين هنا الناس طيبين. هم طيبين وقلبهم ابيض كمان. انما مفيش حاجة تزعلهم قد الباحثة الاجتماعية والدكاترة والمعلمين. انا عارفة ان مهمتي مش سهلة. انا ما كنتش عايز اقول لك، انما في واحده قبل مني جت هنا وطردوها. طردوها؟ طردوها ليه؟ الرجاله بتوع هنا اعتبروا شغلها تدخل في شؤونهم، لانها علمت الستات وفتحت عينيهم بعد ما كانوا مغمضين. طيب وتنصحني اعمل ايه؟ والله مش عارف، دي مشكله كمان. الحقيقه بابا كان من رايه اني ما اجيش هنا. عنده حق. لكن انا مؤمنه برسالتي، ولازم الناس اللي زيي وزيك يضحوا بروحهم عشان غيرهم. اصل اهل الواحد هنا مش ممكن يقبلوا او يسكتوا لو عرفوا ان في واحده ست هتقعد معانا في الاستراحه هنا. في الحقيقه انا جيت هنا لما عرفت ان الست بتاعتك موجوده. يا ريت كان كل حاجه في الدنيا حل. فما تعملي ايه بقى؟ الله يسامحك يا حماتي. طيب مفيش حته تانيه اقدر اسكن فيها؟ مفيش حته يتسكن فيها هنا الا الاستراحه دي والاهالي. اديك شايفه. وبعدين ايه في يا عبدالله؟ وين كيف تقعدوا حريم عندكم الاستراحه يا مهندس؟ متبارك انت روح شوف. يلا في ايه يا جماعه؟ في ايه يا شيخ هواش؟ هواش بالحه يا خوجه، بالحه بالحه بالخه بالظه، كله محصل بعضه، كل واحد في ايه؟
قول له يا عمده قول له. والله زين. وبتسال كمان يا جنبي الخوجي الحاصل هذا يرضيك؟ عيب على شنابتنا. ما في رجال في الواحة؟ والله ما في. هذه حكاية فيها دم. ياه هي وصلت الدرجة دي؟ إذا الحكاية مش تنتهي على خير. عمك الحال ده يا عمدة. هذه حكاية فيها دم. لازم نسيح دم. نطير رجال. يا ماما أنا خايفة. ما فيش أي حد نهرب منها. الله نهرب إزاي بس؟ عجبك الحال ده يا عمدة؟ طبعا لا. وليه ساكت؟ انت شايفني ساكت يا شيخ حواش؟ لازم نسيح دم. نطير رجال. نطير رجال. يا اخوانا بس صبركم. انتوا عارفين دي تبقى مين؟ دي حرم الدكتور وجيه. حرمه مرته يعني؟ مرته. برافو عليك يا استاذ داود. برافو. ايه ده طالينها اكتر. ايه مش احسن مكان المامدونة؟ صحيح يا رجالة. ان بعض الظن اسم. ما تبقاش تحمي قوي يا شيخ حواش. حواش بالحه يا خوجة بالحه. بينا يا رجال. بينا. ما تستناش خواش لما تسلم على الست. واجب برضو يا حضرة العمدة. واجب. ايوه واجب. لا والله عندكم شهامة. يا دكتور. يا دكتور وجيه. في ايه يا استاذ داود؟ الجماعة عايزين يسلموا على الست مرتك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. العمدة. اهلا وسهلا. بلدنا زادت نور. شكرا قوي شيخ سويلف. يا هلا يا هلا يا هلا. عمران. اهلا وسهلا. طب لا العظيم طب لا العظيم طب لا. اهلا وسهلا. الشيخ حواش ده راجل طيب هخليه يعمل لك حجاب. اهلا وسهلا. دينا يا رجاله. دينا يا بارك الله فيك. بارك الله فيك. مع السلامه يا شيخ ها. بالحا يا خوجة بالحا. حواش. ايه اللي قلته ده؟ قلت ايه؟ عن اذنكم. وراء اتنين. طب يلا يا اخي. يلا يا اخي. يلا يا اخي. يا جدع بس وراء. يلا. يلا. يلا يا اخي. زعلت للاستاذ داود قال اني مراتك؟ الله يا استاذ داود. اتجوزتنا في دقيقة واحدة. تفتكر كان في حاجة تانية غير كده؟ الحقيقة ما كانش قال كده. كان هيحصل لنا حاجة النهاردة. الحق الست بتاعتك فين؟ في اسكندرية. سافرت امتى؟ سافرت. هي جات عشان تسافر. يا سلام. قاعدة هي هناك في اسكندرية سايباك انت لوحدك هنا. ايوه يا ستي. ايه زعلانين؟ لا ابدا. امها اللي مش عايزاها تيجي هنا. طب وهي تسمع كلام مامتها ليه؟ مش تشوف مصلحتها؟ اصلها يا ستي مسيطره عليها. وانت ساكت على كده؟ هعمل ايه؟ تعمل ايه؟ فهمها انك مش راضي عن الوضع ده. كتبت لها 200 جواب ومفيش فايده. لا ده في فايده ونص. انا هكتب لك جواب وانت تاخده تكتبه بخط ايدك وتبعته لها وهتشوف النتيجه. تظهر واثقه من نفسك قوي. محدش يفهم الست الا ست زيها. طيب يا ستي عن اذنك بقى اشوف لي حته انام فيها. لا 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 ما لو في اي حته تانيه انام انا فيها وخليك انت هنا. اصلك مش هتلاقي ابدا حته احسن من دي. زي ما انت شايفه كده انا موضبها وعامل لها ستاير كل ده في انتظار الست. الله يسامحك يا حماتي. لو سمحت يا دكتور الصبح وانت رايح الشغل خدني معاك. والله انت برضه مصممه تعملي بحث؟ ايوه. طب وهتخشي بيوت الناس ازاي؟ معاك. معايا انا ازاي؟ مش الدكتور بتبقى معاه ممرضه بتساعده؟ اه انا الممرضه. دي مساله عايزه تفكير. طب الجامع شكرا يا ستي. ستي
بصوا لي كده ليه؟ ما شفتوش واحد بياكل؟ كتير. لكن انت مش بتاكل. امال بعمل ايه؟ انت كنت بتفترس البطه دي. والله صعبان عليا. مين كان يصدق انها من شويه بس كانت بتتنطط على السلم؟ كوين 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 كوين. والله ما انا واكل. بالهنا والشفا. روح يا شيخ ربنا يعمر بيتك ويملى بطنك. لا يا في الحقيقه رحمتنا بالعلب المحفوظه. ولا العدس، العدس بتاع الباشمهندس. بالحق هو ما جاش ياكل معانا ليه؟ لا هو كده مالوش في الطيب نصيب. لا وايه كمان؟ لا فرخه ولا وزه ولا بطه ولا حاجه من دي ابدا. ليه؟ ما بيحبش الستات. حاجه عجيبه. ما تيجي الست. باشمهندس باشمهندس يا طرزان، في ناقص حته في الوركه قد كده، تحب تيجي تاكلها ولا؟ قلت لك قبل كده مش جاي. اتفلي. مساء الخير. مساء النور. مش عاوز اي مساعدة؟ لا متشك. كان نفسي تدوق طبيخي مرة تانية ان شاء الله. كنت حيشالك حتى من صدر البطة. من صدر ايه؟ اوه غلطت. غلطت ليه؟ اصلي عرفت انك ما بتاكلش لا البطة ولا الفرخة ولا الوزة. والله دي مسألة مزاج. عندك حق. وده ايه ده اللي بتعمله؟ مهلبية. ايه غريبة، أول مرة أشوف مهلبية بتتعمل بالشكل ده. لا شيخة. أفندم؟ لا ولا حاجة. طب تسمح لي أدوق؟ لسه ما استواش. وإيه اللي جبرك على المر ده؟ اللي أمر منه. قد كده بتكره صنف البط؟ زمان كنت بحبه. وبعدين هو خلاني اكرهه. اظن وجيه بيندع عليكي. لا ابدا ما بيندهش. طب شوف يمكن يكون عاوزك في حاجه. انت اتضايقت مني؟ تصبح على خير. على خير. في منتهى الشياكة والأناقة. وما تنساش إن في معانا واحدة ست هنا ولازم نكون قدامها في منتهى الأناقة والشياكة. خش ادخل خش خش يلا. خص عليك قليل الذوق. أخش أنام من قبل ما أقول لها تصبحي على خير؟ كل اللي أنت لابسه ده عشان تقول لها تصبحي على خير؟ بلاش. هي مراتي ولا مراتك؟ يلا خليها تقول على أصحابك إنهم أولاد الذوق. خش ادخل خش. إيه؟ حاجة غريبة أوي. أنا أمر الأستاذ داوود فين؟ قول. يلزم خدمة؟ لا أبدا، كنت عايز أقول لك تصبح على خير. وأنت من أهل الخير يا هانم. تصبحي وأنت في منتهى السعادة. تصبحي وأنت في منتهى الصحة. تصبحي وأنت في منتهى كفاية. إيه الرغي ده كله؟ هي كلمة واحدة بس. كلمة واحدة بس؟ أيوه. جود نايت. يلا ايه ده؟ ايه ده؟ مش معقول. انزل تحت على طول.
بال كمانش ليه؟ جاي اسالك، الست بتحب الفول على الفطار؟ ايوه. طيب ايه، مش هتنام؟ ما انا كنت رايح. رايح فين؟ تحت، يلا الست مستنيه. ما هو يلا عيب، انت مش نام، انت انت الاول لازم اطمن عليك الاول. يلا 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 في حاجة يا دكتور علي؟ الجواب اللي وعدتيني تكتبي لي مراتي. حاضر، هسهر الليلة اكتبهولك. تصبح على خير. في حاجة؟ مباركه يا حكيم. تعال بقى، خليك جد شويه. جد مين يا عمي؟ جد مين؟ ده احنا بقالنا 3 سنين واحنا جد الجد. فرفش هيص. فات يوم من شهر العسل، فاضل لك 29 يوم. 29 طيب. لو النبي سايق عليك النبي، ما انت حاطط ايدك في حاجه ولا الست. انا اللي هعمل لكم كل حاجه، انا اللي هغسل لكم، انا اللي هطبخ لكم، انا اللي هعمل لكم كل حاجه. ارتاح انت، ارتاح انت يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض. ايه ده؟ بعدين تصحى يا بني ادم. هي لسه نايمه؟ ونام في الساعه كام؟ يا بني ادم اتكسف، حس على همك. واتكسف ليه؟ اسمع، اوعى تنطق قدامك كده فرقه زي دي، سامع؟ لا 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 لا، ده معقول؟ معقول. افندم. ايه عايز ايه؟ احكي لي، احكي لك على ايه؟ اي حاجه. ايه ده بني ادم حصل له حاجه بعقله ده؟ الله، والنبي تحكي. الله، ما تعال بقى. طب صحيح، قلت لك ما بتصحاش دلوقتي. لا يبرد يبرد بوي. ده جاي منين ده؟ انت بتقول انها لسه نايمه؟ انت متاكد؟ قلنا طب بص معايا كده، دي صحيح. صباح الخير يا سامي. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ داوود. صباح الفل، صباح الهنا، صباح العرايس الحلوين. عرايس؟ طبعا عرايس. اتفضل اتفضل. هي قولي لي. نعم. استريحتي كويس؟ الحمد لله. طب احكي لي. تحكي لك على ايه يا جدع انت؟ انت مالك انت يا اخي؟ انا بسالها هي ولا بسالك انت؟ طب انزل تحت، هات بيت الاكل. طيب. اتفضلي. هو كان عايز يعرف ايه؟ سيبك منه. ايه اللون الاحمر ده؟ انت مش عاجبك؟ من جهتي انا عاجبني قوي، انما اهل الواحه ما تعودوش يشوفوا واحده ست لابسه بالشكل ده. انت مش هتاخدني معاك المستشفى؟ انا مش رايح المستشفى، انا اصلي عندي شويه ديوت همر عليها عشان اطعمها. طب ما هو يبقى احسن. لسه اصلا مش عارف ازاي هتيجي معايا. مراتك ومساعدة بتاعتك.
أبا إيه ده؟ مالك ملهوف كده ليه؟ أصل اتأخرت يا سيدي على المدرسة، يعني عندك محاضرة في الجامعة يا خي. يا ابني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. الأستاذ داود عنده حق. شكرا. حضرتك نظر المدرسة مش كده؟ أي نعم. عندك كم مدرس؟ أنا فقط. لكن معاك موظفين طبعا. أنا فقط. إيه مفيش فراش؟ أنا فقط. غريبة، كل المدرسة أنت فقط؟ أه. طب عندك كام تلميذ؟ هو فقط. لا صحيح، عندك كام تلميذ؟ 8 فقط. وكام تلميذة؟ يعني إيه ولا واحدة. ليه؟ أصل الأهالي هنا مانعين بناتهم يروحوا المدرسة. ليه؟ عندهم عيب إن البنت تخرج من البيت بعد 10 سنين. هذه هتكون من الحاجات اللي هركز عليها جهودي. أستاذ داود تسمح لي أزورك في المدرسة؟ أوي! طبعا إذنكم هغير النوم. اتفضل. عايز أقول لك حاجة عن سامية. أيوه احكي. أحكي. أحكي لك إيه؟ كانت خيبة. دي حاجة مهمة. أنت عارف دي تبقى مين؟ أنا هقول لك تبقى مين؟ رجالة ايه تقول يا اخويا بتوع الايام دي؟ تبقى مراتك يا اخي. انت مش هتبقى جد مره واحده في حياتك. ايه؟ ايوه يا سامي انا جاي حالا. قوم يا اخويا قوم. الله من عيلك يا اخي. على فكره انا كتبت لك الجواب اهو، خده وبيضه. شكرين يا ست. عايز ايه؟ سكة فاضية. طيب مش ملاحظ انك مزودها حبتين؟ انا حر. حر يعني ايه يا اخي؟ بقى مرات صاحبك تيجي تقوم تاخد هدومك وتقعد في الخيمه؟ ايه الجنيطه دي؟ بتعلمني الادب يا فندي. ايوه هعلمك وعلم 10 زيك كمان. ايه؟ انا مش معلم؟ ها؟ قيام؟ جلوس؟ ايه؟ انا ما علمت قبل منك وهعلم بعد منك. مش حطة تيجي انت ايه في اللي انا علمتهم. اسمع، هي كلمة واحدة، لازم ترجع هدومك هنا تاني، فاهم؟ مش هيحصل. لا هيحصل، تبين انك ما تجيش الا بالقوة. اسمع. ايه؟ انا مستريح قوي كده، هتضايقوني هسيب لكم الاستراحة والبلد كلها. حاضر حاضر ما تزعلش. اسمع. ايه؟ دقنه طويلة. يا خبر ابيض، انا اتأخرت خالص. بس لا 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 خليها كده يا عريانة لغاية ما تنشف. انا مبسوط منك قوي يا عبداي، لانك راجل بتساعدنا دايما وما بتتعبناش، وده دليل على انه راجل متنور يا دكتور. امال مفيش شك. يلا يا سيدي غيره. غيره ايش؟ مفيش حد هنا غيرك؟ ما في غير حريم. طب تسمح لي اخدتنه؟ ليش؟ عشان ما يعيوش. حرمنا ما يعيوش. وبعدين معاك يا عبد الدايم، انا لسه بقول عليك راجل متنور، هتعمل زي الناس التانيين ولا ايه؟ اتفضلي يا سليمه. يا نمره واحد حاكم، انا متجوز 2 زوز. لا مد دراعك يا نمره واحد. We'll be right back.
الطرح كويس. طب نسأل بقى، اتنين ناقص واحد يبقى كام؟ قول انت. اتفضل واحد. اتفضل واحد جدع شاطر. تلاتة ناقص واحد يبقى كام؟ اقول يا فندم. اخلص انت، قول انت. اتفضل اتنين. اتفضل اتنين شاطر. عشرة على عشرة، اربعة ناقص واحد يبقى كام؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ ده لمون جمال يا فندم. ده لمون جمال يا فندم. الصبورة فين؟ فين الصبورة؟ ما فيها بقاش في نظام في الاستراحة دي. ايه؟ بتضحك ليه؟ انت فين؟ فين حياتي؟ انا اكون فين؟ اتفضل. اتفضل. اصل التانية خلصت. اتفضل. في الشاي ده هفضل اعلمك واوريك والطبع لك غالب، وعمري دي للكلب لم ينعدل لو علقت في قالب. فوطة فين الفوطة؟ الفوطة كان في زفت فوطة هنا. هلا متأسفة اتأخرت عليك. تفضل. دي مش فوطة. اصل لقيت فوطتك مش مني فجبت لك واحدة من عندي. انا عايز فوطتي. طب نشف وشك في دي عبال ما اغسلك التاني. انا احب اغسل حاجاتي بنفسي. طب استنى بقى فوطك لما تنشف عشان انا نقعتها في المية. استنى عندك افندم. الفوطة. اتفضل. مفيش متشكر؟ متشكر. فطرت؟ ايوه. فطرت ايه؟ الله، هو تعيه ولا ايه؟ انت بتكلمني كده ليه؟ انا عملت فيك حاجه؟ كل ده عشان واحده ست ضايقتك في حياتك تقول تعدي كل الستات عشانها؟ جبت لك الفوطه، جبت لك الصابونه، وعاوز افطرك، وفي الاخر مفيش كلمه متشكر؟ متشكر. العف. سليم. نمرة واحد؟ ايوه. امال في النمرة اتنين؟ مرضانة حبتين. مرضانة؟ طب ما كان الدكتور هنا ما خلتوش كشف عليها ليه؟ يا عبد الشوم كيف الحكيم يشوفها؟ بدك الشيخ عبد الدايم يقتلها؟ طب ممكن اشوفها انا؟ اتفضلي اتفضلي يا مرحبا. اتفضلي اتفضلي. شفتي كيف مسبسبة شعرها؟ طيب قوم شوية كده قول اه. ما يقول اه غير النساء. لا دي قطع العين. قول اه. كمان واحده وافتح بقك. اه. كمان اه. طيب ورينا ضهرك. خد نفس جامد. كمان كمان كمان. قول لي بقى بتحس بايه؟ وجع في سلسلة الظهر. وايه كمان؟ وغمامان نفس ودوخان. والنفس ما بتشتهي الوكل. وايه كمان يا سيدي؟ وما في مزاج، والنفس بتميل كتير للحوادق. للحوادق؟ ايه. والله يعزك البطن بتكبر شوي شوي. ونفسك ما بتطلبش حاجة في غير وقتها؟ مظبوط. الله ينور عليك. يعني بتتوحم؟ مظبوط. الله ينور عليك. انت بتتوحم؟ لا مرتي. مرتك يعني كل الاعراض اللي قلت لي عليها دلوقتي مش انت اللي بتحس بيها؟ لا يا شيخ مرتي. وعايزني اعمل ايه دلوقتي؟ اوصف لها وصفه تريحها كده غيابي من غير ما اشوفها. امال حكيم كيف؟ يا راجل بلاش كلام فارغ، روح هات مرتك هنا اكشف عليها ودي العلاج المظبوط. تكشف عليها؟ تكشف عليها كيف؟ مرتي ما تنكشف على رجال. يا عبد الدايم انت راجل عاقل وبتفهم، روح هات مراتك خليها تتعالج. والله رجال الواحد عيبوني. خلاص خليها تتعب بقى ويحصل لها مضاعفات والعيل اللي بطنها يجرى له حاجه. فعل الله ولا فعلك. الشيخ حواش هيرضيها ويدق لها زر. زر؟ الزر ده اللي همنعه بالبوليس. ترى ولا لا؟ خدي وانت كمان. واه وانت انا تيجوا بقى معايا. يلا
يا حي ما تلعبيش في التراب. تعالي هنا، تعالي تعالي، تيجوا معايا المدرسة؟ تعالي تيجوا معايا؟ طب خدي وانت كمان، يلا تيجوا بقى معايا، يلا بينا يلا. أعوذ بالله من غضب الله. ابن مشش ده، انتوا لما اخوكوا بقى مشش. انتوا معاكم اذكى مدرس، انا كنت طول حياتي اذكى تلميذ. شكرا. ودلوقتي امتحان الذكاء، في معزتين ماشيين وقدامهم معزه، معزتين ماشيين وفي وسطهم معزه، معزتين ماشيين وراهم معزه، يبقى الكل كام؟ ايه؟ مالكم بلمتوا كده ليه؟ يبقوا كام يا اولاد؟ كام؟ معزتين ماشيين. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور. قيام، تعظيم، سلام، اعتدال، جلوس. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور. خير؟ جبت لك شويه بنات عشان يتعلموا في المدرسه. بنات؟ ايوه. فين؟ تعالى معايا استلمهم. ايه ده؟ مش معقول! ايه دي؟ يا خبر ابيض! يا كتاكيت بني! تعالى اوريك ورده. ورده؟ اه. ايدك دي جامده، ايدك دي جامده. وازاي قدرت تقنعي اهاليهم؟ انا ما جبتهمش من اهاليهم. ما جبتهمش من اهاليهم؟ امال عملت ايه؟ لميتهم الشوارع. الشوارع؟ يعني دول جايين من غير موافقة أهاليهم؟ طب وفيها إيه؟ لا ما فيهاش حاجة، فيها أكل، فيها ذبح، فيها ضرب نار، بوينج بوينج بوينج. ما تخافش. ربنا يستر. بيحوش أنت بقى عني. يلا يا بنات، يلا يا أخي، يلا يا كل، يلا يا حلو، يلا يا يلا يا بنات، يلا. اعتدال ورايا، واحد وواحد، اتنين اتنين واتنين، اربعة اربعة واربعة، تمانية تمانية وتمانية، شطار جدعان. اهلا سامي. تسمح تيجي معايا بسرعة؟ خير؟ في ايه؟ مرات عبد الدين في حالة خطر، متعسرة في الولادة. طب استريح. استريح ازاي الست تعبانة؟ ولا الله، يعني سيبها تموت؟ جوزها مش هيرضى. طب نشوف اي طريقة نقنعه بيها. كان عندي هنا، حاولت معاه ما امكنش. اعمل ايه؟ هو مش بيشتغل مع ناجي؟ ايوه. طب نخلي ناجي يقنعه وانا اروح اجيب الست. اوي، وانا منتظركوا هنا. طيب يلا يا ست. خليكي لما اكلم الباشمهندس. بس انا خايفه من اخويا عبد الداي. ما تخافيش. امال thank you.
لسه. ايه في ايه مالك؟ مرات عبد الدايم تعبانه بتولد. طب ما تولد وانا مالي. اتفضلي. ايه ده؟ كرسي اتفضلي. عاوزين ننقلها المستشفى. اما حاجه غريبه، واحده ست بتولد، انا ايه دخلي في كده؟ انا عايزك تكلم عبد الدايم يوافق ان الدكتور وجيه يولدها. عبد الدايم. ارجوك دي مساله انسانيه ولازم تساعدني فيها. ارجوكي انت تخرجيني انا بره الموضوع ده. يعني مش عايز تساعدني؟ متاسف، انت عارفه انه هنا مفيش راجل يقبل ان الست بتاعته تكشف عند دكتور. اتفضلي. متشكره. هتعملي ايه؟ هتصرف. هتصرف. يلا بقى وريني زورك. ها وريني، افتحي بقك. ايوه يا بنتي اكشف عليكي. بس خليني خليني اشوف، خليني اشوف. ايه ده؟ حتى دي كمان تخول بايه؟ انا هديها دواء يريحها على كل حاجه. الست ساميه جت. مش معقول، لوحدها ولا مع حد؟ معها واحده ست. على اوضه العمليات بسرعه. حاضر يا فندم. فضيلة أصحاب الفضيلة. ايه يا عبد الدايم؟ خطف حريمي مهندس. ما عاد فضيلة ولا خجل. طاعة الحرمات يا عباد الله. أعوذ بالله من غضب الله. يا أنت كلام فارغ. هل يرضيك عبد الدايم؟ لا ما يرضينيش. هيا يا رجال. هيا. عبد الدايم هذه مرتك منها مرتي. مرتك يا عبد الدايم. عبد الدايم. مبروك يا عبد الدايم، مرتك جابت ولد. مبروك يا عبد الدايم. مبروك. وين رجلتك يا عبد الدايم؟ اسكت يا حواش. هذا اليوم اللي كنت بتمناه. عندي ولد، عندي ولد. الله يخليك يا ست، الله يخليك يا حكيم، الله يخليك يا حكيم. حوض على الله. حواش يا عبد الدايم بطل الحركات بتاعتك دي. اعوذ بالله من الخطر. اسكت. بكره يخطفوا حريمكم زي ما خطفوا مرة عبد الدايم. ضاعت الفضيلة. أعوذ بالله من غضب الله. أعوذ بالله من غضب الله. يلا بينا يا رجال. يلا بينا يا رجال. ماشي مهندس. ممكن تاخدني معاك؟ مش هتستني جوزك؟ هو عنده شغل. بس أنا يمكن ما أروحش الاستراحة على طول. مش عايز نركب معاك؟ ما تخافش. مش هكلمك طول السكة. انت في حالك وانا في حالي. اتفضلي. شوف الموتور. الله، تعال هنا، تعال يا حلو. ايه اللي مقعدك هنا لوحدك يا ستي يا حلو؟ حبيبتي تتمامي ليه؟ ها؟ مالك؟ ايه؟ حبيبتي رجلك بتوجعك؟ حبيبتي بعد الشر عليها يا ست، سلامتها ألف سلامة. تعالي يا روحي، تعالي. شوف يا باشمهندس لقيت ايه؟ بذمتك مش حلوة؟ تعالي يا ولا حلوة، تعالي يا حلوة، انت حلوة، انت جميلة، يغطي عليها. انت متضايق منها؟ مش منها هي بس، يعني مننا كمان. لا يا هربانه من واحد وبتجري ورا واحد تاني. حرام عليك تظلمه. تزعليش منه يا حلو، معلش هو فاكرك زي المعزه اللي هربت مع واحد تاني.
كويس كده؟ اهي زعلت منك. تتفرق. يعني ما يهمكش زعلها؟ ولا زعل اي معزه تانية. طيب وهي كمان مش هتكلم؟ احسن. تعال هنا مفيش دعوه بيه خالص. ايه ده؟ هتاخديها معاكي؟ اه. في مانع؟ لا مفيش. متشكرة. العفو. ازاي رضي يركبك معاه؟ هو اضطر يركبني معاه. تعالي بقى يا رب. الله، ايه اللي معاكي دي؟ دي بنتي. بنتك؟ يا اختي يا شوف حلوه ازاي. جبتيها منين؟ لقيناها واحنا راجعين من المستشفى. شوف حلوه ازاي. ممكن ارسم لها صوره؟ بعد ما اربط لها رجلها لحسن بتعرق. يا حلو. حازم لحسن بتوجعها. سلامتها الف سلامه، ربنا يطمنك عليها. قولي لي يا حلو، انت صحيح زي ما قال عليكي ناجي سبتي اللي بتحبيه وروحتي مع واحد تاني؟ طبعا لا، عشان تعرفي قد ايه قلبه قاسي على الستات. ايه جعانه؟ تعالي يا حلو، يلا تعالي جابلك الاكل. يلا يا روحي تعالي. بطل اللي بينوح ده بينوح ده إيه؟ ده اسمع. يا عيني ده بينوح، مش فاهمك انت في الاغاني والطرب يا افندي. طب انت غاوي انتيكا، احنا ذنبنا ايه؟ والله ما في انتيكا الا انت. ماله الفونوغراف ده؟ ورثه عن جدود جدودي. طب شوف لنا حاجه جديده نسمعها. اخلص. مفيش. دي احدث اسطوانه وصلت الواحد. ثم انت تسمع ليه؟ بس انت ودانك. ما ضلوها عند ناجي اسمع لك شويه روك اند رول وشويه تويست والكلام الفارغ ده. انا بسمع الناس اللي بتفهم، الناس اللي بتحس، الناس اللي عندها ذوق. ايه رايك في الاغاني القديمه؟ في 60 داهيه. نعم؟ ايه اللي في 60 داهيه؟ الراجل النصاب اللي اسمه حواش. اه ده انت مش معانا خالص. ايه اللي مضايقك يا سيدي؟ الراجل ده واقف في طريق. ده راجل جاهل. فعلا بعد ما البنات بدانا يتعلمنا جه الراجل ده فركشهن. ايوه كده اتحاج وفرفشي. قولي لي، انت مش كنتي معدانه انك تعملي لنا حاجه حلوه لله دي؟ اه صحيح، عامله لكم كريم كراميل. كراميل؟ حاطه بس الاول في التلج. هنزل. لا 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 استني استني، انا هجيبه انا اللي هجيبه. على فكره انا كتبت الجواب اللي اتفقنا عليه. هاتوا لما اقراه لحسن تكون زودت فيه حاجه. اتفضلي يا ستي، ولو ان المحاولات دي كلها ما فيهاش فايده، طول ما امها وراها ما فيش اي نتيجه. اوعى الكريم، اوعى الكريم كراميل حضر. يا سلام على الحاجات اللي كنا محرومين منها. اتفضل. مطرود. ايوه. شكرا. وده بقى نصيب الباشمهندس. باشمهندس مين؟ ايه ده؟ ايه؟ انت لمت؟ يا شيخ حرام عليك، ده الكلام اللي قاله النهارده العمال يستاهل عليه كل خير، انا هوديه له بنفسي واشكره. يستحسن. اسمع داوود. ايه؟ في حاجة مهمة جدا عايز اقولها. ييييي مش عايز تسمع منك حاجة. قاعد لو يبوزك هي هتلاقيها منين ولا منين؟ يا جدع انت فهمني قبل ما تيجي. مش عايز افهم حاجة. يوه بقى انا لو متجوز واحدة زي سامية دي كنت اعملها المعاملة دي؟ يا اخي هي قدامك اتجوزها بلا هوسة. خص عليك. في حد يقول كده على مراته؟ أعوذ بالله من غضب الله. أعوذ بالله من غضب الله. أعوذ بالله من غضب الله. ليه؟
ما بحبش كريم كراميل. امال بتحلي بايه بعد الاكل؟ ما بحليش. ما بتحبش اي حاجه حلوه؟ لا. بس انت النهارده تستاهل تحلي بقك على الكلام الحلو اللي قلته. انا قلت الجرد ضميري. يعني انت مبسوط من النشاط اللي انا عاملاه في الواحه؟ طبعا. متشكره قوي. بس لو كان راجل كان يبقى احسن كده. معلش مسيرك برضو تغير رايك. ما افتكرش. مصمم ما تاكلش؟ قلت متشكر. بلاش ما تزعلش. الحق عليا اللي جيت لك. لو كلمتك مره تانية اعمل اكتر من كده. لا لا ما تخافيش، دول عيلتين بينهم طرق قديم، كل كام يوم يطرقعوا لهم كام طلقه في الهواء. انا هفرجهم. كل الرصاص ده رايح في الهواء. مش دايما. حد بيتعور؟ ما تنطق، بتقولك حد بيتعور؟ لا ما تعوروش، بيموتوا بس. يا خبر، طيب ما فيش حد هنا في الواحه قادر يصالحهم على بعض؟ دي بالعادات القديمه اللي مش قادرين يتخلصوا منها. تسمع؟ تصبح على خير. تصبح على خير. وانت من على خير. تفضل. ما تتفضل. انت مالك ومالي؟ ما تروح لمراتك. معك حق. تصبح على خير. وانت من على خير. متأسف جدا. أصل ناجي واقف مرة وما دخلش الخيمة فاضطريت أخش قدامه. معلش. بصراحة أنا مش مبسوط أبدا إن إحنا مش قايلين لهم على الحقيقة. غصب عننا هنعمل إيه؟ أنا حاولت أقول لداوود إنما أوعى. طب وبعدين هنفضل كده؟ لو ناجي عرف إني مش مراتك مش ممكن هيسيبني أقعد هنا، ولو داوود عرف مش هيسكت هيقول له. طيب لازم نلاقي لنا حل. الباشمهندس عاوز حضرتك. ناجي فين هو؟ موجود بره يا فندم. خليه يتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اهلا اهلا. ايه الزياره المفاجاه دي؟ حيلك. ايه؟ انا عيان. عيان؟ بتتكلم جد؟ يا اخي بقى لي يومين عندي دوخه كده مش عجباني. ونفسك ما بتغمش عليك؟ احيانا. ونفسك ما بتشتهيش صنف معين من الاكل تطلبه في غير ميعاده؟ قصدك بتوحم؟ زي ما رد على الدبابة. خش. تصور راجل يجي لي وافضل اكشف عليه وبعدين يتضح لي ان مراته اللي عيانه مش هو. تعرف انا مبسوط من حكايه مراته دي علشان اهل الواحه يتعلموا قيمه الطب. ايوه بس الحكايه دي جت في دماغ انا. ازاي؟ حواش قلب البلد عليا انا وساميه. حواش يهمه انه الناس تفضل في جهل علشان يقدر ينصب عليهم. ربنا يستر. خد نفس. خد نفس كويس. انا بكشف عليك ولاني عارف مقدما مرضك ايه وعلاجه كمان. طب ما تريحني يا اخي. حاضر هريحك. مرضك هو كرهك للستات
وعلاجك انك تتجوز. اعوذ بالله. ما هو مفيش علاج لك غير كده. اسمع يا وجيه. افتح بقك. قول اه. ايه؟ سكت ليه؟ هموت؟ لا ابدا. تظهر انك وقفت في الشمس كتير. انا هديلك دواء بس المهم انك تستعمله. ادخل. لا مؤاخذة. لا اتفضلي انا خلصت كشف. كشف ايه بعد الشر؟ لا تعبان شوية. سلامتك. حضرتك يا ستي اول عيان يجي لي من 3 ايام. انا عارفة ان انا السبب لكن كنت عايز نعمل ايه؟ انت عملتي كويس جدا. لكن اتسرعت. كان لازم تستفيد من التجارب اللي مرت علينا هنا. كنت عايز نشوف الاخطاء دي كلها واسكت. انا جاي هنا عشان كده. لا جاي اطفش العيانين المستشفى. ايه الكلام ده يا وجيه؟ يعني انا غلطت؟ اللي انقذت حياه واحده كانت هتموت بسبب جهلهم وعندهم. ابدا انت ما غلطتيش. يا اخي انا مندهش ازاي بتكلمني معاك بالطريقه دي بدل ما تشكرها. اشكرها؟ ايوه تشكرها. يا افندي انت بالك هنا اكتر من سنه عمرك عرفت تكشف على واحده؟ لا يا وجيه انا زعلان منك. انت لازم تساعدها زي ما هي بتساعدك. اساعدها؟ ايه ده؟ انت ناسي ان واحده ست؟ ولو يا اخي سبحان مغير الاحوال. انت انت انا بتقول الكلام ده؟ ايوه انا. هو انا ما عنديش احساس يا اخي؟ لا لا مش قصدي يا باشمهندس. ولو يكون قصدك كمان سلام عليكم. والدواء يبقى هاته معاك. باشمهندس. يا فندم. انا متشكره. العفو. عن اذنك يا دكتور وجيه. ما قلتليش كنت جايه ليه؟ اه في جواب عشانك. ده باينه من حماتي. طبعا اذنك. استني. مش استني تشوفي نتيجه مساحتك؟ خير؟ لا ده لازم تقريب نفسك. صوت يا ستي قال يا غريت طز. الله يسامحك. انت عايز رأيي؟ ابعت لها اخر جواب هددها فيه. تاني؟ اقول لها ايه؟ قول لها انك هتتجوز. اتجوز؟ كده وكده. اه فهمها انك مضطر انك تلاقي الزوجة اللي ترضى تعيش معاك مطرح ما تروح. حاضر نجرب. انا بتهيألي انك زودت حاجة في الجواب الاولاني. فعلا. طب انا عايز اشوف الجواب اللي هتبعته. حاضر يا ستي. يلزم خدمة؟ اسمعي. انت مش ملاحظة ان ناجي اتغير؟ شوية. مزبلها على الاخر. في ايه يا دكتور وجيه؟ خد ضربه شمس. مع اني نبهته قبل كده ما بيسمعش الكلام. من فضلك حضري الحقنه بسرعه. الحقنة دي هتريحه وهينام دلوقتي. اتفضلي.
اتفضلي انت، انا هفضل فيها. ما يلزمش اي خدمه؟ لا مرسي، دواء كل ثلاث ساعات وزمان دوت جاي. في حاجه؟ لا مش هتاكل؟ لا مرسي. طب تصبح على خير. تمام. ولد ولد اقف طابور اقف طابور. استاذ داوود. استاذ داوود. اتفضل انت قوم نام وانا هقعد مطرحك. ها؟ يلا قوم. نبطشيتي لسه ما خلصتش. انت عندك مدرسة الصبح، يلا قوم. تبقي تديله الحباية دي بعد ساعة. بعد ساعة؟ بعد ساعة. هو عنده ايه؟ خد ضربة شمس. ضربة شمس؟ ايوه. يا بخته، كان نفسي اخد ضربة شمس عشان تعملي لي كمادات. اتفضل روح نام. خدوا ضربة شمس. اتفضل روح نام. يلا. سامية. 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 اسمع داوود، أنا حر أقعد مطرح ما أنا عاوز. أنا ما أقعدش في بيت فيه ستات، فاهم ولا لا؟ يسلمك. ايه ده؟ اسمع نصيحتي. اتفضل. اضحك. ليه؟ عشان لما بتبوظ بيبقى شكلك وحش. حسيت بيها؟ يا سلام، انا عمري في حياتي ما خدت حقنة كده. مش قلت لك؟ قصدي عمري في حياتي محونة وجعتني كده. يا شيخ حرام عليك. ايه 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 ايه؟ هتاخد الدواء؟ لا لا متشكر. قوم. يلا. يلا. متشكرة. أنا اللي متشكر. اسمع. عايزة إيه كمان؟ إحنا قلنا إيه؟ بلاش تبويز. حاضر. أنا هعمل لك كمادات. مفيش لزوم يا ستي. صدقيني مفيش لزوم. الكمادات هي اللي نزلت الحرارة.
يا ستي الحرارة ارتفعت على الآخر، أرجوك سيبيني. أنا الممرضة بتاعتك ولازم تسمع كلامي. حاضر، تصبح على خير يا ممرضة. ممنوع الكلام. حاضر. خرب بيتك يا داوود. يا داوود الناس نايمة، ثم أنت عايز داوود ليه؟ يعمل لك الكمادات؟ أيوة. محدش يعرف يعمل الكمادات زي الستات. حاضر. طيب اضحك أهو أكتر أهو كمان أهو. آه يا نبوخ يا أبو. مالك يا أستاذ داوود؟ إيه ده؟ معرفش، قمت من النوم لقيته نايم جنبي. تعالي 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 تعالي. انت لسه زعلانه مني؟ انا ما كنتش اقصدك انت، انا مستعد اصالحك. ايه رايك تصالحيني؟ ها انت جعانه؟ اجيب لك حاجه تاكليها. حاضر تعالي. هي مش عندك؟ انت ابتديت تحبها؟ هي اللي جت هنا لوحدها. طيب تعال يا مشمش. كويس كده. تعالي هنا. انت ازاي تروح عنده بعد الكلام الوحش اللي قاله عليك؟ تعالي مفيش دعوه. انا اعتذرت لها وصالحتها. يعني ابتديت تحبها؟ تعرفي انها لطيفه مش كده؟ أنا كمان هدور لي على مأزة. طب وليه الدور؟ ما هي موجودة اهي. لا دي مش مأزتي، أنا عاوز مأزة تكون ملكي أنا بس. اتفضل. موجود هو ورجاله، الحمد لله ما عاد خصام في الواحد. البركه في الست ساميه. يا ست اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. ايه شيخ حواش متضايق من وجودنا ولا ايه؟ لا هو متضايق من وجودي انا. معاش اللي يتضايق منك يا ست ساميه. انا عارفه هو متضايق مني ليه، لكن معلش بعدين انا ليا كلام معاك يا عمري. احنا دايما في خدمتك. ده انت نورت الواحد ولا ايه يا باشمهندس؟ وانا افرح بيه مطروب. طبعا بس يا مراتك لما تجيلك هنا
لا انا خلاص نسيت الحكايه دي. بالعكس انا متاكده ان الجواب اللي بعتناه اكيد هجيب نتيجه. على الله. انتوا بتقولوا ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ هي ساميه مش مراتك؟ لا لا يا نهارك زي بعضه. انا حاولت اقول لك الحكايه دي 100 مره ما كنتش بتسمعني. امال تبقى مين؟ تبقى الانسه ساميه الباحثه الاجتماعيه اللي حضرتك عملتها مراتي. اه بقى كده. طب اتفضل امي جنبك. امي جنبك. يعني دول عشان خاطري يعني. عشان خاطرك. امي جنبك. امي جنبك. امي جنبك. عشان خاطري يعني. كنت اوسع بيك. كلهم لازم يفضلوا عارفين انها مراتي عشان تخلص شغلها. مع السلامة. روح امشي. روح روح امشي. مالك؟ ابدا مفيش. في حاجه مضايقاك؟ لا ابدا. امال بتفكري في ايه؟ في الدنيا. لا الدنيا ما تستاهلش ان الواحد يفكر فيها. انا اتعلمت حاجه مهمه قوي. الواحد مش لازم يحكم على اي انسان قبل ما يعاشره. بيقولوا في المثل: انت تعرف فلان؟ قال له ايوه. قال له عاشرته؟ قال له لا. قال له خلاص يبقى ما تعرفوش. مظبوط. واحد ما كانش عندي فكره عنه ولا كان يهمني، بعد ما عاشرته وفهمته اتغير رايي فيه خالص. ويا ترى مين السعيد؟ واحد. لازم قصدك على وجيه؟ لا ابدا. طب ورأيك في الواحد ده ايه دلوقتي؟ انسان معقول لطيف، مش متضايق من وجودي معاه زي اول ما شفته. انا كنت متضايق؟ لا مش انت. قصدك عندك حق، هو فعلا شاب كويس ولطيف بس العقدة اللي عنده من الستات دي. أنا عرفت حكايته ولقيت عنده حق. إيه ده؟ عن إذنك. مش هتتعشى؟ ماليش نفسي. انت يا شيخ حواش. يا الطاف الله يا الطاف الله يا الطاف الله يا الطاف الله، انا في خدمتك اتكلمي. لا مكسوفه منك. حوش يا حواش، حوش يا حواش، حوش يا حواش. اكشفي عن وجهك.
حي. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. إيه اتضايقت إنك شفتني؟ إيش بتريدي؟ ما أنا قلت لك على اللي أنا عايزاه، لكن يظهر إنك مش عايز تشوفني، عن إذنك. ها؟ وليش مستعجلة؟ أصلي مسافرة. طيب ما هو بدري، هي العجلة من الشيطان. لا لازم أمشي. أمال ليش كنت جاية؟ كنت جاية عايزة أقول لك حاجة، ومن زمان مش لاقية فرصة أقولها لك. قولي يا حبة عيني. لا لا مش هنا. أمال فين؟ في المعبد الساعة 3، ها؟ عشان نبقى لوحدنا. يستحسن. يا رب الله 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 يا رب الله. باي باي. جود باي. يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله. يا طب الله يا طب شيخ هواك. اعوذ بالله اعوذ بالله بغضب الله اعوذ بالله. ايه ما في شغل النهارده؟ تفضلي تفضلي، ما في شغل اليوم. بكره خيتي قوموا بكره، ما في شغل اليوم. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. يا ويلي يا غشاش يا هواش يا لهوي يا عمده يا سميه يا رجاله يا غشاش الشيخ حماش عامل حمار فوق يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. صدقت كلام يا حضره العمده؟ والله لقتله. وقف عندك يا عمران، الله يفضح ولاياك يا شيخ النصابين. عرفتوا بقى اللي كان بيغشكم، وان مش من مصلحتي انكم لا تتعلموا ولا تتنوروا. ايدك حق يا ست سامي، ربك فضحه وفضح فعاله. اظن بقى بعد كده هتبعتوا بنات في المدرسه ولا ايه يا عمري؟ والله ما بنعسي لك امر يا ستي الكل. انا كمان يا ست هاني. وانت يا شيخ؟ وانا كمان يا ست هاني. يا منى جاي 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 يا فضيله يا فضيله يا مضرب الفضيله يا منى جاي جاي. انت احمى مش تفتح؟ لا مؤاخذه يا مهندس. حضرتك المهندس ناجي؟ ايوه. وجيه كتب لي عنك كتير، انت والاستاذ داوود. وجيه؟ ايوه، جوز الدكتور وجيه. انا ساميه مراته. وجيه متجوز حضرتك؟ ايه غريبه، عمره ما قالك انه متجوز. انا عارف انه متجوز، لكن انت متاكده انك مرات وجيه؟ طبعا متاكده. يا ناس انا هتجنن، امال هي تبقى مين؟ هو ايه اللي هنا؟ يظهر حضرتك قعدت في الشمس كتير، تسمح؟ انت متاكده انك مرات وجيه؟ ايوه. تعالي معايا. وجيه انت عايز ايه؟ سامية وجيه. وحشيني مشاكل، وحشيني موت. ايه من زمان وجيه؟ امشي تعال يا حته. تعال هنا. ايه في ايه؟ مين دي؟ مراتي. مالك تعالى ده بقى؟ امشي. هو عاوز ايه؟ سيبك منه الاصل. خش 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 خش. يا داوود يا داوود، تتصور انه ساميه مش مراته وجيه؟ ما انا عارف. عارف؟ يبقى انا المغفل الوحيد هنا. عارف. عن اذنك استني عندك. عايز انزل. مش هتنزلي هنا، هتنزلي في مصر. انت بتطردني؟ ايوه بطردك من هنا عشان هتجوزك في مصر. استاذ داوود، سمعت؟ سمعت اللي قاله؟ ايوه. وجيه وجيه. عاوز ايه يا باري؟ انا نازل على مصر. ما تنزل. طب ما تيجي اسلم عليك. هو ده وقته؟ هتوحشني يا استاذ داوود، هتوحشني قوي. وانت كمان، ربنا يسعدك. متشكره قوي. العفو.
اشوف وشك بخير يا داود. عمالك. وسابوني كلهم. ناجي لطش سامية، ووجيه رجعت له مراته، وانا ما فضليش الا المعزه مسكينه. فضلت معايا لغايه ما اتجوزت، وفي ليله الفرح اكلناها. انا اسمك يا حضره الناظر. ايه على فين؟ هروح لمراتي ابعت تلغراف ان انا هتجوز. الله ايه ده؟ الله انا اسمك يا حضره الناظر لمؤاخذة. اجيب لي ولادي يا حضره الناظر؟ ايوه اتفضلوا. ايوه بابا. يلا اركبوا. لا مؤاخذه